هي سيدة من سيدات قريش وواحدة من السابقات إلى الإسلام. عاشت مع زوجها في مكة وتطوعت أكثر من مرة كي تخطب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها، فكانت خاطبته إلى سودة بنت زمعة وإلى عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما. وعندما توفي عنها زوجها فكرت في أن تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتعيش ضمن زوجاته وتبعث معهن يوم القيامة، ثم بقيت في خدمته في حله وترحاله، وكانت معه يوم فتح مكة ويوم حنين. إنها خولة بنت حكيم الصحابية الجليلة والمرأة المؤمنة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم. هي خولة بنت حكيم بن أمية بن الحارث بن الأقوص بن مرة من سليم، كانت تدعى خويلة أيضا، وكانت تكنى بأم شريك. تزوجت خولة من الصحابي الجليل عثمان بن مضعون من بني جمح القرشي، وولدت ولدين هما عبد الرحمن والسائب، وبه كانت تكنى كما كان يكنى به أبوه. وقد أسلمت خولة بنت الحكيم مع زوجها عثمان بن مضعون قبل أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام في دار الأرقم، فكانا من السابقين الأولين إلى الإسلام. وعندما اشتد إيذاء قريش للمسلمين وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة إلى الحبشة، هاجر عثمان وابنه السائب مع المهاجرين. وقد تفاوتت الآراء في هجرة خولة إلى الحبشة، فمن قائل أن عثمان بن مضعون خلف وراءه زوجته خولة في مكة وهاجر مع ابنه فقط، ومن قائل إنها هاجرت مع زوجها وابنها لأن القاعدة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم هي أن يصحب المتزوجون زوجاتهم معهم في هجرتهم البعيدة تلك، وهذا هو الأرجح. وعندما أسلم عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما ظن المهاجرون إلى الحبشة أن الإسلام قد انتشر في مكة كلها، فرجع أكثرهم، وكان من بين العائدين عثمان بن مضعون زوج خولة بنت الحكيم وابنها السائب رضي الله عنهم. وقد دخل في جوار الوليد بن المغيرة، وفي العام العاشر للبعثة النبوية توفيت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها بعد زمن قصير على وفاة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمي عام رحيلهما بعام الحزن. وقد لزم النبي صلى الله عليه وسلم بيته وأقل الخروج منه،
ولمحت خولة بنت الحكيم رضي الله عنها آثار الحزن والهم بادية على الرسول صلى الله عليه وسلم، فتحدثت معه في أمر زواجه قائلة: يا رسول الله، كأني أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة. فقال عليه الصلاة والسلام: أجل، كانت أم العيال وربة البيت. فقالت خولة بنت حكيم: أفلا أخطب عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، فإن كن معشر النساء أرفق بذلك. وذكرت خولة للنبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وكانت رفيقة دربها في الهجرة إلى الحبشة، توفي عنها زوجها وهو عائد إلى مكة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم إشفاقا عليها في شيخوختها. ومضت خولة إليها في شعب بني عامر فخطبتها عليه، كما خطبت عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما والتي كانت صغيرة السن، فبقيت في بيت أبيها، ولم يتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد هجرته إلى المدينة المنورة، فيما دخلت سودة بنت زمعة رضي الله عنها بيت النبوة ترعى شؤونه وتقوم على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام وابنتيه أم كلثوم وفاطمة. وهكذا قامت خولة بنت حكيم رضي الله عنها بمهمة التوسط من أجل هذا الزواج الجليل، فكانت خاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تأثرت لمصابه في فقد خديجة وتألمت لألمه، فبادرت بشجاعة من أجل إخراجه من دوامة أحزانه. وعندما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه بالهجرة إلى المدينة المنورة، كانت خولة بنت حكيم رضي الله عنها وزوجها وأولادها من أوائل المهاجرين، فقد هاجر آل عثمان بن مضعون رجالهم ونساؤهم، ولم يبق منهم بمكة أحد حتى غلقت دورهم. وقد كافأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بذلوا في مكة، فخط لهم دورهم في المدينة تقديرا وحبا بهم. وعاشت خولة مع زوجها عثمان في البيت الذي اختطه لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن عثمان كان يميل للتبتل والبعد عن النساء والعزوف عن الدنيا بعدما ملأ الدين الجديد قلبه بحلاوة الإيمان، حتى أنه جاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، أريد أن أختصي وأسيح في الأرض. فقال له صلى الله عليه وسلم: أليس لك في أسوة حسنة؟ فأنا آتي النساء وآكل اللحم وأصوم وأفطر، إن خصاء أمتي الصيام. فقال عثمان: يا رسول الله، إني لا أحب أن ترى امرأتي عورتي. قال صلى الله عليه وسلم: ولما؟ قال: أستحي من ذلك وأكرهه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلها لك لباسا وجعلك لها لباسا، وأهلي يرون عورتي وأنا أرى ذلك منهم. فقال ابن مضعون: أنت تفعل ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال: فمن بعدك، أي ليس بعد حيائك حياء. إلا أن عثمان رضي الله عنه كان دائم الصيام والقيام والزهد في الدنيا، حتى ساء حال زوجته خولة بنت حكيم، وتركت هي الأخرى الدنيا وزهدت فيها، فلم تعد تعتني بزينتها ولا بمظهرها. ودخلت يوما على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فرأيناها سيئة الهيئة، فقلنا لها: ما لك؟ فما في قريش أغنى من بعلك. فقالت خولة: ما لنا منه شيء، أما ليله فقائم وأما نهاره فصائم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أبز هيئة خويلة. فذكرنا له ما قالت، فلقي النبي زوج خولة فقال له: يا عثمان بن مضعون، أما لك بي أسوة؟ فقال: بأبي أنت وأمي وما ذاك. قال صلى الله عليه وسلم: تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: إني لأفعل. قال: لا تفعل، إن لعينيك عليك حقا، وإن لجسمك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فصلي ونم وصم وأفطر. قال الراوي: فأتت خولة بنت حكيم نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عطيرة كأنها عروس، فقلن: ما؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس. إلا أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه لم يعش طويلا بعد ذلك، فقد وافته المنية في شعبان على رأس 30 شهرا من الهجرة، وكان أول مهاجر يتوفى في المدينة المنورة. ودخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وهو ميت. قالت عائشة: فرأيت دموع النبي تسيل على خد عثمان. وقد جاب عليه الصلاة والسلام نواحي المدينة وأطرافها، حتى إذا جاء موقع البقيع قال: أمرت بهذا الموضع الذي يقال له الخبخبة أو بقيع الغرقد. وكان عثمان زوج خولة أول من دفن بالبقيع من المهاجرين، بعد أن صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف على شفير القبر حتى دفن، ثم وضع حجرا عند رأسه وقال: هذا علامة قبر يدفن إليه، يعني من مات بعده. وعاشت خولة بنت حكيم رضي الله عنها بعد زوجها عثمان في المدينة المنورة، تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وفكرت مرة في أن تكون حلالا للنبي فتعيش كواحدة من زوجاته في الدنيا وتبعث معهن في الآخرة،
فوهبت نفسها له، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستجب لهبتها، فلم تنل شرف هذه المنزلة السامية. تقول السيدة عائشة: كنت أغار على اللواتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أما تستحي امرأة أن تهب نفسها لرجل؟ حتى نزل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ورغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستجب لهبة خولة بنت حكيم رضي الله عنها، إلا أنها لم تفارقه في حله ولا في ترحاله، فقد بقيت في خدمته، وكانت معه في يوم الفتح الأكبر، يوم فتح مكة. وفي غزوة حنين التي أرادت النيل من كسرة شوكة المسلمين بعد دخولهم مكة المكرمة، لكنها تكللت بالنصر بعد تخاذل واضطراب وارتباك، وفرحت خولة مع المسلمين بنصر الله تعالى. وعندما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حصار الطائف الذي استمر 17 يوما، توجهت مع جيش المسلمين ورابطت أيام الحصار. يقول ابن هشام في كتابه السيرة النبوية: قالت خولة: يا رسول الله، أعطني إن فتح الله عليك الطائف حلى بادية ابنتي غيلان بن سلمة، أو حلى الفارعة بنت عقيل، وكانتا من أحلى نساء ثقيف. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن لم يؤذن لي في ثقيف يا خولة. فخرجت خولة فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما حديث حدثتنيه خولة زعمت أنك قلته؟ قال: قد قلته. فقال: أفلا أؤذن بالرحيل؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. فأذن عمر بالرحيل. ومما يذكر لخولة بنت حكيم رضي الله عنها ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين لجأ إليها في سداد دينه، على ما رواه أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب بعضا من تمر الذخرة، وتمر الذخرة هو العجوة، فرجع به رسول الله إلى بيته والتمس التمر فلم يجده، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأعرابي فقال: يا عبد الله، إن ابتعنا منك جزورا بوسق من تمر الذخرة فالتمسناه فلم نجده. فقال الأعرابي: واغدراه. فزجره الناس وقالوا: قاتلك الله،
أيغدر رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. فردد ذلك مرتين أو ثلاثا، فلما رأى الأعرابي لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه: اذهب إلى خولة بنت حكيم بن أمية فقل لها: رسول الله يقول لك: إن كان عندك وسق من تمر الذخرة فأسلفيناه حتى نؤديه إليك إن شاء الله. فذهب الرجل إليها ثم رجع فقال: نعم هو عندي يا رسول الله، فابعث من يقبضه. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل: اذهب به فأوفه الذي له. فذهب به فأوفاه الذي له. فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه فقال: جزاك الله خيرا، فقد أوفيت وطيبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة، الموفون المطيبون. وقد كان لخولة بنت حكيم رضي الله عنها من هذا القول نصيب. ومن الطبيعي أن تروي خولة بنت حكيم رضي الله عنها بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي رافقته في حله وترحاله. فعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه، وفي رواية: حتى يضعن منه. وعن خولة بنت حكيم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو محتضن أحد ابني ابنته وقال: إن الولد مبخلة، مجبنة، مجهلة، محزنة. وفي رواية: إنكم لتجنبون وتبخلون وتجهلون، وإنكم لمن ريحان الله تعالى. رواه الترمذي والطبراني، والترمذي وأحمد في مسنده. لم تذكر كتب التراجم والسير تاريخ وفاة خولة بنت حكيم رضي الله عنها، كما لم تذكر لها أخبارا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ذكر أن ابنها السائب شارك في حروب الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واستشهد في معركة اليمامة وله من العمر 30 عاما. أما خولة بنت حكيم رضي الله عنها فقد خلد تاريخ عهد النبوة ذكرها في قائمة الصحابيات الجليلات، باعتبارها المرأة التي وهبت نفسها للنبي ووقفت على خدمته في غير شأن من شؤونه، متمثلة قيم الحرص والإخلاص وحسن التصرف وحسن التأدب في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام.